ما كناش كويسين في هذه المباراة. تسع فرص. لو كنا جبنا منهم ثلاث فرص، فرصتين، كان ممكن. النادي الإسماعيلي عنده أربع خمس فرص برضه، لكن في النهاية يا جماعة لسه الدوري في الملعب، ولسه الدوري في أرجل لعيبة النادي الأهلي. الدوري دلوقتي أنت كنت الأول محتاج إن أنت لو كسبت الإسماعيلي النهاردة وكسبت المقاولين كنت محتاج إن أنت تتعادل أو تكسب نادي الزمالك. دلوقتي أنت محتاج إن أنت تكسب نادي الزمالك، هو ده اللي إحنا بنتكلم فيه بالمناسبة، وهو ده اللي إحنا هنفضل نتكلم فيه خلال الفترة اللي جاية. وكل الدعم، كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة القادمة، ما حدش هيقول حاجة تانية وما حدش هيعمل حاجة تانية، لأن ده دورنا. وبالمناسبة ده دور الجمهور. الجمهور تحمل كثيرا خلال هذه الفترة، ولكن كل اللي مطلوب من حضراتكم، وأنا متأكد إن هي بس نرفزت بعد المباراة، لكن كل اللي أنا عارفه، كل اللي أنا متأكد منه، وإحنا حياتنا في النادي الأهلي طول عمرنا بنعتمد على الجمهور فقط، ما بنعتمدش على حد بعد ربنا طبعا، بنعتمد على الجمهور فقط، ما بنعتمدش على حد تاني، ما بنعتمدش على أي حد، لكن احنا بنعتمد على الجمهور. عشان كده بنقول ان الجمهور هو السند الحقيقي. من حقكم ان انتوا تنفسوا عن غضبكم، ومن حقكم ان انتوا تقولوا كل اللي حضراتكم عايزين تقولوه، زي ما من حق الاستوديو التحليلي ان هو يقول ان النهارده المباراه مش كويسه، النادي الاهلي ادى مباراه سيئه، كابتن اسامه، كابتن بلال، كابتن ماهر، الثلاثي قال هذا الكلام. وبالتالي كل اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان الست نقاط القادمه لا تحتاج الا الى المسانده. ست نقاط القادمة لا تحتاج إلا إلى المساندة. سنظل نساند وسنظل ندعم. هنقول الأخطاء من خلال ملعب الأهلي مش من خلال حتة تانية. هنقول الأخطاء. كابتن أسامة قال الجهاز الفني أخطأ. كابتن بلال قال يا جماعة ارحمونا من الفرص الضايعة. كابتن ماهر قال التمركزات الدفاعية لازم تتظبط كويس. فالكلام اللي احنا بنقوله او كلام اللي النجوم هنا بتقوله علشان مصلحة النادي الأهلي. فكل اللي انا بطلبه من حضراتكم المساندة. المساندة 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 واجبة خلال الفترة القادمة، وهي الأهم. هنلعب إمتى بقى ماتش المقاولين؟ هنلعب إمتى ماتش الزمالك؟ ده هيبقى قرار مجلس إدارة النادي الأهلي زي ما هنشوف الأيام القادمة إن شاء الله. لا لسه